قرار ديال برلمان اوروبا، برلمان الاوروبي حول حريه الصحافه وحول بعض الاعتقالات. ذاك القرار للاسف الشديد اولا ندينه بشده، كما ندين معه كل من كان وراءه، على اعتبار بانه جاء ليبتز المغرب. المغرب نوع شراكاته على المستوى الاقتصادي، المغرب يرفض اي املاءات خارجيه من اي جهه كانت ولاي سبب كانت. ما تفضلوا واصدروا قرار بشأنه هذا امر داخلي في اطار الاستقلاليه وفي اطار السياده، نرفض وندين بشده هذا القرار. الأسبوع الماضي كان مسرح في البرلمان الأوروبي، حيث تم تطرق للمغرب في عدة اجتماعات الفرق البرلمانيين الأوروبيين، وأيضا قاموا بجلستين للمناقشة العامة، وأيضا تم تقديم 6 تعديلات وقرار، وهذه كلها أجندات تم تسخير فيها بعض النواب البرلمانيون الأوروبيون من أجل التشويش على المغرب. المغرب الذي أصبح يزعج البعض باستقراره وبتنميته وباحترامه للديمقراطية. كل شيء كيلاحظ بأن الظاهر دياله والدفاع على حقوق الإنسان والدفاع على حرية الصحافة، ولكن الباطن دياله كله دسائس وأجندة خدمة للأطراف اللي كنا كنعرفوها. وبالتالي فاليوم شفتوا في المداخلات ديال كل ممثلي الشعب بانهم ضد هذه المناوشات وضد هذا الابتزاز اللي كيتعرض ليه المغرب. نحن واعون بالجهات والمعادية والتي تسعى دائما إلى ترويج المغالطات في داخل أروقة ديال البرلمان الأوروبي بالضغط بشتى الوسائل لتشويه صورة المغرب. وطبيعة الحال هذا السلوك هو ناتج عن الكراهية التي أصبحت يعني والحقد التي أصبحت تعبر عنه هذه الجهات بشكل علني، نظرا للانتصارات التي يحققها المغرب في شتى المجالات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحتى رياضيا وكرويا.